التواصل يستمر أيها الإخوة المتابعون وترحيبنا يتواصل بحضراتكم سواء على شاشة قناة الريان الفضائية أو كذلك بحضورنا ومستمعينا عبر اليفم أهلا ومرحبا بكم جميعا قبل لحظات اعطيت اشاره البدايه لشوطنا الاول الرئيسي المخصص للزمول من مسافه السته كيلومترات اذكركم ايها الساده المتابعون والمشاهدون والمشاركون بان اشواطنا في هذه الليله تتكون من سته اشواط باذن الله وهذا هو شوطنا الثاني ننطلق مع حضراتكم لنتعرف واياكم على المراكز الخمسه الاولى المتواجده فيه نبدا مع المركز الاول هذا هو من يتقدم بليهان راشد بن سعيد بن راشد بوضحه من يتقدم مع بليهان على المركز الاول ننتقل مباشره الى المركز الثاني هذا هو العدملي ناصر بن سالم بن ناصر بن حفيظ ينتقل مباشره الى المركز الثاني المركز الثالث الوصول من مغطي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الملك من ياتينا ويحتل المركز الثالث ننتقل مباشره الى المركز الرابع يصل هنا شعار بن هدوان مع الحذر حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان ياتينا رابعا وعلى المركز الخامس. يصل على خامس المراكز فريد محسن بن حزام بن راشد بن نديله من ياتينا ويحتل المركز الخامس، هذه هي نتيجتنا لشوطنا الاول الرئيسي للزمول وندائنا الاول للمراكز الخمسة الأولى المتواجدة فيه نعود إلى المركز الأول نعود إلى الصدارة لازالت الأمور هناك مع بليهان راشد بن سعيد بن راشد بوضحة لازال هو المتقدم لهذه الأسماء لا زال هو المسيطر في هذه اللحظات من البدايه وحتى هذه اللحظه مع بليهان يقود هذه الزمول قياده حكيمه ولكن شوف 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 اللي يراه يقترب لحظه بلحظه يتقدم في هذه اللحظات شعار بن حفيظ يتقدم هذا هو العدملي ناصر بن سالم بن ناصر ال حفيظ يتقدم على مستوى المركز الثاني ننتقل للمركز الثالث يصل مغطي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك يأتينا على مستوى المركز الثالث ناخذ المركز الرابع أيضا يتدخل الحذر حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان يبدو لي بن هدوان والحذر هو صاحب هذا الشوط في المحلي الماضي إذا ما خانتني الذاكرة نعم هذا هو من يحتل المركز الرابع الحذر ننتقل إلى المركز الخامس المركز الخامس يصل فيه فريق محسن بن حزام بن راشد بن نديلة هذا هو ندان الثاني للمراكز الخمسة الأولى أتممناها على مسامعكم وعلى حضراتكم نعود إلى مقدمة هذا الشوط نعود إلى المركز الأول هذا هو بليهان على صدارة هذا الشوط راشد بن سعيد بن راشد بوضحة المري لا زال هو المسيطر من البداية وحتى هذه اللحظات مع بليهان مع بليهان مع بليهان هو من يسيطر على المركز الأول ومرتاح مرتاح أبو وضحة في المقدمة يا السلام راشد بن سعيد بن راشد بوضحة هو من يتقدم مع بلهان مع قياده هذا الشوط من البدايه وحتى هذه اللحظات يصل ايضا المرشح من المرشحين لانتزاع ناموس هذا الشوط وهو مغطي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك احد الزمول ايضا اللي ما يستهان فيها يتقدم مغطي ويحتل المركز الثاني ناخذ المركز الثالث يصل ويتقدم هنا العدملي ناصر بن سالم بن ناصر بن حفيظ ايضا من الأسماء القوية والمرشحة لانتزاع ناموس هذا الشوط ننتقل للمركز الرابع صاحب هذا الشوط في المحلي الماضي يتقدم الحذر لحمد بن ناصر بن هادي بن هدوان يأتينا ويحتل المركز الرابع ناخذ المركز الخامس لا زال فريد هو من يحتل المركز الخامس حتى نيدان الثالث فريد تعود ملكيته لمحسن بن حزام بن راشد بننديلة هذه نتيجتنا أيها الإخوة المتابعون في كل مكان خلاص خلاص بنروح إلى مقدمة هذا الشوط خلصنا ندانا الرابع وبنروح إلى مقدمة هذا الشوط أرى الزمول كلها تقترب من بعضها البعض يا السلام القيادة لازالت مع بليهان مع شعار بوضحة لازال هو المتسيد في, في هذا الشوط حتى هذه اللحظات ولكن 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 الوضع خطير شوف العدم لي يراه يتحرك والحذر يريد أن ينتزع ناموس هذا الشوط كما انتزعه في المحلي الماضي ولكن العدملي مع ابن حفيظ يتقدم ايضا على مستوى المركز الثالث مغطي ايضا من الاسماء القويه ياتينا ويحتل المركز الرابع مع عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك المركز الخامس بعيد كل البعد خلونا مع الاربعه هذه خلونا مع الاربع المراكز هذه الموجوده اللي على الشاشه وكلها قريبه من بعض المركز الخامس بعيد كل البعد اللي يبي الاذاعه ويا بالناموس ياتينا قدام يا متاخرين يا مشاركين اللي يبال بالتعليق ويا بالإذاعة ويا بالناموس والعلوم الطيبه يجينا قدام يجينا قدام ما وراء إلا, الا 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 المتاخرين نعم يا سلام عندنا اربع اسماء عندنا الحذر يقود المسار عندنا بليهان يأتينا ثانيا عندنا العدم لياتي لي ثالثا عندنا ام غطياتي رابعا يا سلام شوف الزمول شوف الزمول هذه الاسماء والله ما ندري لمن الناموس من هذه الاسماء كلها اقوى من الثاني ما شاء الله تبارك الله كلها شعاراتها من من اقوى الشعارات يا سلام يا سلام نعود واياكم الى الحذر الحذر مع حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان يعود مره اخرى ويقود المسار ولكن دير بالك يا بن هدوان دير بالك يا ابو ناصر الاسماء القويه هنا خلفك خلفك يا سلام بليهان يحتل المركز الثاني تعود ملكيته لراشد بن سعيد بن راشد بو وضحة ولكن شوف العدملي يصل العدملي من أقوى المرشحين أيضا لانتزاع ناموس هذا الشوط العدملي لناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ مغطي 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 لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك يأتينا في هذه اللحظات ويحتل المركز الثالث لمن الناموس هل سيكون مع مغطي أو سيكون مع الحذر او سيكون مع العدملي الله 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 يا شوط الزمول الله يا شوط الزمول لمن من هذه الاسماء الناموس لمن من هذه الاسماء يا سلام الحذر مع المركز الاول بشعار بن هدوان مع شعار بن هدوان يقود المسار ويفتتح الكيلومتر الاخير يفتتح الكيلومتر الاخير الوضع خطير يا بن هدوان الوضع خطير للغايه مغطي خطير مغطي خطير وايضا العدملي خطير ولكن لا زال الحذر الحذر يسير كما سار في المحلي الماضي يسير بخطى ثابته يقود هذا الشوط غياده حكيمه يا سلام هذا هو الحذر عودنا دائما وابدا على هذه الانطلاقات عودنا على النواميس هذا هو الحذر لحمد بن ناصر بن هادي بن هدوان يا سلام يا سلام هذا هو الحذر يقود المسار يسيطر على المركز الأول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يسيطر على المقدمة يسيطر على ناموس هذا الشوط هذا هو الحذر إذا مشاهدينا الأفاضل يحق لنا من هذا المكان ومن هذا الموقع ان نحمل سلاماتنا وان نزف التهنئه الى مالك الحذر حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان على فوز الحذر وتحقيق بناموس الشوط الاول في هذا المحلي الرابع كما حقق هذا الناموس في نفس الشوط في المحلي الماضي يا سلام يا سلام يا سلام على الحذر وعلى انطلاقاته وانتظروا هذا الاسم باذن الله تعالى في المهرجانات القادمه ورموز المهرج بمشيئة الله تعالى هذه هي لحظة وصول وصول الحذر إلى خط النهاية تانينا والناموس لمالك حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان بدون أي تعليمات المركز الثاني يصل العدملي لناصر بن سالم بن ناصر بن حفيظ المركز الثالث يصل المغطي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الملك المركز الرابع الوصول من سياف بطشان بن صالح بن هادي المحامض اليامي المركز الخامس يصل مدعور السعيد بن بطي بن محمد الزعبي هذه النتيجة مشاهدين الكرام نعود أيها الإخوة المتابعين إلى لحظة وصول الحذر بعد تحقيقه لنموس هذا الشوط الأول قاطع عن مسافة ستة كيلو متر في زمن وغدرة تسع دقائق أربعين ثانية خمسة وسبعين جزءا من الثانية تهانينا والناموس لمالك الحذر حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان نهنيه على انتزاع الحذر بناموس الشوط الاول للزمول في هذا المحل الرابع